السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة ربع قرص بياجرا. يا حكاية ربع قرص بياجرا دي، جي لواحد الصيدلية دايما ثلاث أربع مرات في اليوم، كل مرة يقول لي لو سمحت ربع قرص بياجرا. اقول له ايه ربع يعني؟ يقول لي بس انا هات لي بس القرص الاحمر. اجيب له القرص الاحمر اهو، افتح له القرص، القرص مقسم اربع، يقول لي لو سمحت اكسره لي واديني ربع. اكسره كده اهو، اكسره اهو اربع تربع واديله ربع. شويه ثلاث اربع ساعات وجي جاي، انا عايز ربع، ربع فيجرا. اتكرر الموضوع كتير قوي. قلت له بقول لك اعمل حاجة، عايزك انت الربع ده يعني بيعمل معاك حاجه؟ قال لي بيعمل معايا حاجه ازاي يعني؟ انت دماغك راح في ايه؟ قلت له يعني الربع ده بيعمل معاك انتصاب يعني؟ الربع ده ربع قرص بياجرا؟ قال لي لا، انت فاهم غلط خالص، ده الدنيا ساقعه جدا والعمليه كشه خالص، فانا باخد ده عشان انزل ميه بس. قتلني، قتلني في الصيدليه، مت انا، مت يعني، اتصلت بالاسعاف. وده كلامه صح ليه؟ لان ماده السلدينافيل اهي، سلدينا فيل 25 او تدالا فيل 5 ملي، بتستخدم في تحسين الدورة الدموية في الأطراف، واحنا قلنا قبل كده ان هو بيستخدم في علاج مرض ري نودز لتحسين الدورة الدموية للأطراف. مش بس كده، ده الدواء ده بيستخدم لتخفيض الضغط الرئوي الشرياني، كذلك بيستخدم لضخ الدم للجنين في السيدات الحوامل زي ريسباتيو، زي دواء ريسباتيو، كذلك بيستخدم لمرضى القلب. فده كان الموضوع، بس انا ضحكني جدا لذلك حبيت اشارككم في ربع قرص بياجرا. دمتم يا رب بصحه وعافيه ولا احتجتوا اي ربع قرص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.